الان متوفر عندنا كل شيء على الاونلاين، عندنا الاشياء متسهله اكثر من اللازم. والله وانت جالس في البيت اللهم لك الحمد عندنا الخدمات وعندنا كل شيء اللي يصلح لنا واللي يناسب لنا. وجهه نظري التسوق عبر الاونلاين. ثاني شيء الجماعه هنا ياخذون حذرهم، المحلات المكتظه يبتعدون عنها. يعني انا ما اعارض ان واحد يمشي بالشارع، بس انا اعارض اذا شاف زحمه يدخل ممكن يتعرض للمشكله. المفروض نرفع من مستوى الوعي. الأماكن المزدحمة يعني هي الأغلب حتى بالمجمعات وذا كلها بتكون زحمة، بس نرفع مستوى الوعي بحيث ان احنا نتسوق في أوقات ما تكون فيها ازدحام. حل المناسب للموضوع هذا الزحمة انه يشتروا مقاضي العيد بدري، يعني بداية الشهر رمضان يبتدوا يشتروا ويحاولوا يعني قدر الامكان ما يجون الاماكن المزدحمه. والله الزحمه مزعجه نوعا ما، ولازم نرفع من مستوى الوعي طبعا، ودائما نحاول المفروض نتسوق اونلاين. الحين ما شاء الله ما قصروا الابلكيشنات في تسوق اونلاين للملابس لكل حاجه، والمفروض لما نشوف المحل زحمه نرجع له يوم ثاني او وقت ثاني طبعا.